نوفمبر 2016 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال الاول من منهج الكور منهج يير 9. تعالوا شوف يا جماعه السؤال عندنا عايز يقول ايه. بيقول لي السيرد هاز ا كان اوف اويل which quantity can be measured only by using only a measuring cylinder. حبايبي مبدئيا الدنسيتي معروف ان الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، فانت ينفع تجيب الفوليوم بالميجرنج سيلندر، بس الحقيقه الماس محتاجه سنسيتيف بالانس، فما تنفعش تتجاب دايركتلي بالميجرنج سيلندر. الماس بالبالانس. الاجابه طبعا هي الفوليوم، بس تعال نشوف الويت. الويت يا جماعه بيتجاب بالنيوتن ميتر او بالسبرينج بالانس، او ممكن يا جماعه بالبالانس وتضرب في الجي اللي هي 10. تمام. اذا الحاجه الوحيده اللي تجاب بالميجرنج سيلندر دايركتلي قطعا يا جماعه هي الفوليوم. دي اجابه هذا السؤال.